موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل 4 أطفال من عائلة واحدة وإصابة عدد من المدنيين إثر قصف لقوات النظام بقذائف المدفعية الليزرية على بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوبية إدلب. الطيران الروسي يستهدف بالصواريخ الفراغية محيط قرية قرقانيا في ريف إدلب الشمالي، في حين طال قصف مدفعي لقوات النظام قرية كفر عويد بريف إدلب الجنوبي وفقا لمراسل حلب اليوم. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع لقوات النظام في دمشق وحمص، ووكالة أنباء النظام سانا تقول إن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ. قوات النظام تقصف بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة الأحياء المحاصرة في مدينة درعا البلد بالتزامن مع اشتباكات متقطعة على محور القبة في حي طريق السد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إنهم لن يتسامحوا أبداً مع الذين يستهدفون حياة طالبي اللجوء في تركيا وممتلكاتهم ويهددون السلامة العامة، في إشارة منه إلى ما تعرض له السوريون في أحداث أنقرة الأخيرة. الاتحاد الأوروبي يعلن اعترافه بشهادات اللقاح ضد فيروس كورونا الصادرة في 3 دول بينها تركيا.